بالنسبة لعمل قوة تدخل سريع في بلدية عين زارة، بلدية عين زارة تعتبر منطقة عبور لجميع مدن تراب ليبيا بالضبط. تأمينها يتطلب منا مجهود كبير وعدد دوريات كبيرة. نحن نأمن بلدية عين زارة بالكامل نظرا حتى للظروف اللي متواجدة فيها بلدية عين زارة. بالنسبة لعدد دورياتي في بلدية عين زارة بالكامل يوصل 18 سيارة شبه بالعمل اليومي. 18 المركبة بها عناصر الشرطة متواجدة في جميع الأماكن الحساسة اللي في عين زارة، وعندنا قوة احتياطية بوجود أي خلل أو سرقات أو شكاوي من المواطنين تجينا في بعض الحالات، منهم إن يكون في سرقات أو في مشاجرات ما بين عائلات، وهذا كله نحسبه له في نديره له في عدة خاصة اللي هو، وعندنا قوة احتياطية اللي موجودة لمدينة طرابلس. بعض الوزارات يتعرضوا لي هجوم من أشخاص ما أو من شيء معين، نكونوا إحنا متواجدين في عين المكان في التايم نفسه في الموعد نفسه اللي يصير فيه، برغم أنه فيه شوية تأخير لكن نأدوا في مهامنا على أكمل وجه. والله بالنسبة للمواطنين في عين زارة متجاوبين معنا هلبا بشكل كبير، بدليل إنهم الشكاوي جينا الشكاوي قبل المراكز، وإحنا نوجهه للمراكز قبل ما يجينا إحنا. يجينا المواطن يقوم بالشكوى واحنا نوجهه فيه للمركز، لان احنا مش حنطلعه معاك الا لما تجينا افاده من المركز بانك انت فاتح محضر. المواطنين متجاوبين في الامر هذا، متجاوبين يعني ما عندهمش ان هم بيجوا لي قوه تدخل سريع في عين زارة ان احنا بنطلع معاهم للعمل مباشره، لا بضروري موجود فيه شكوى مقدمه في مركز الفرناش او مركز عين زارة الجنوبي، وعن طريق الافادات هذه احنا نتحركوا مع المواطن ونأدوا في الواجب بأكمل وجه. والله بالنسبة للأجهزة الأمنية اللي تساعد في اللي عندها دور معانا، في جهاز البحث الجنائي وفي جهاز المكافحة، في بعض المواضيع ما يقدروش هم يتقدموا لها، لكن لما يجون احنا يطلبوا مننا مساندة، طبعا احنا ما نديروا في شيء من نطلع معاهم مساندة، لكن ضروري من تبليغ مدير الإدارة. مدير الإدارة ضروري يكون حايط بكل شيء قايم في قوة التدخل، وأي شيء بنأمنوه أو بنطلعه مساندة لجهاز ما حتى الرسالة تتوجه لمدير الإدارة، يكون عنده مدير الإدارة علم بالحركة اللي صايرة في قوة التدخل السريع بالكامل. بالنسبة للأجهزة الأمنية مشكورين على يتعاملوا معنا، وعندهم ضبطيات وعندهم هلبة شكاوي ونتعاملوا معها على أكمل وجه، نتعاملوا معها لنهاية المهمة متاعها. هي ما تجدش أي صعوبة في أي شيء بالنسبة للعمل، مدام أنت تملك القوة البشرية عندك تخدم أنت بها، لكن القوة البشرية ضروري من وجود إمكانيات تجدد روح بطن. احنا بالنسبة هذه الإمكانيات، احنا الإمكانيات مدير الإدارة ما هوش مقصر بحضور القوة، بحضورها بتواجدها في أرض بلدية عين زارة بالكامل بجميع محاورها وبتأمينها، قال أساس إن فيه إمكانيات جاية لجميع مكونات الإدارة العامة الأمن المركزي بدأت الفترة الجاية الفترة القادمة هذه، قال فيه إمكانيات حتتوفر تكون جيدة جدا، ما نقوله جيدة لكن نقوله جيدة جدا. إمكانيات هذه وعدنا بها مدير الإدارة. نشكر مواطنين بالدرجة الأولى، نشكر جميع أعضاء قوة التدخل السريع على المهام والمجهودات اللي بادلينها في سبيل راحة المواطن، ونشكر تاني شيء مدير الإدارة العامة الأمن المركزي العميد محمد فتح الله، اللي حتى هو قايم بدوره في تطوير وفي زيادة حجم المسؤولية على الإدارة العامة الأمن المركزي، وشكرا. بارك الله فيك.